بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاق الأصالة ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، متواصل أيضا تتواصل هذه الانطلاقات ونحن متواصلين مع هذه التحديات الصباحية. يسير على بركة الله شوطنا الثالث عشر الذي خصص بالابكار اللقاية المحليات الأصايل الأول لأشواط الانتاج بالفعل عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا المهرجان. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول، وهذه هي العنود، عنود الصيد بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص، يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما تليها في المركز الثاني تتقدم وتأتي في هذا الاندفاع، هذه هي وبرة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أنهيان، يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي محترف التضمير اللي يتابعها في عملية تضميرها، بينما نتابع المركز الثالث وهذه هي تتقدم مع ثالث المراكز طرفاشه بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم وغانم بن مسفر بالقوبع المنصوري في عملية تضميرها، بينما النقلة إلى المركز الرابع وشوف الانطلاق مع رابع المراكز، هذه هي بطاشة بشعار مع الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن أحمد، يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما النقلة إلى المركز الخامس وهذه على المركز الخامس اللي هي محبوبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم راشد بن خميس الغويص، يقودها في عملية تضميرها، بينما ننتقل إلى المركز السادس واجد على سادس المراكز، هذه هي الراسية تتقدم على المركز السادس بشعار سمو الشيخ حمدان برايب سعيد المكتوم حمد بن علي العويسي مضم النجوم الخمسة اللي يقودها في تضميرها، بينما في المركز السابع اللي تتدخل من الجانب الآخر وتأتي هنا في هذه اللحظات، هذه طرفاشة بشعار سمو الشيخ زايد أو بشعار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيالي، يتولى عملية تضميرها، بينما في المركز الثامن هذه تتقدم وتأتي في هذه اللحظات شعار هجن زعبيل اللي يتقدم، الشاهنية تتقدم بشعار هجن زعبيل، يقودها راشد بن محمد بن مروشد في تضميرها، بينما في المركز التاسع هذه هي بتصوغان بشعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد يقودها في تضميرها، بينما في المركز العاشر هذه سمحة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري يقودها في تضميرها، هكذا هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم عشاق الأصالة، ولكن عودة إلى المركز الأول، عودة إلى العنود، اللي معاند بالسيطرة على المركز الأول، تبحث مشاهدين الكرام عن الاختطاف الشوط أيضا الأول بالفعل للإنتاج، هذه هي مسيطرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وراشد بن خميس الغويص، يقودها في تضميرها، بينما في المركز الثاني هذه تتقدم هنا وبرة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أنهيان، يقودها يمعى بن عتيج بن جسلة الرميثي مع المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث ونجد هنا على المركز الثالث، هذه هي بطاشة بشعار سمو بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن احمد، يقودها في التضمير، بينما في المركز الرابع هذه وصلت هملولة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد المتعب الصغير بتضميرها سعيد بن محمد بن مروشد اللي يقدم لنا هملولة،
بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس اللي وصلت وتقدمت هادي سمحة بشعار سمو الشيخ، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يقودها مزري بسالم بالعرض الحميري. وصل الخبير مع هذا المنحنى، مع هذا المنحنى الأخير، عودة إلى العنود، عودة إلى العنود، ما شاء الله وتبارك الله. هذه هي العنود تبحث مشاهدين الأعزاء عن ناموس هذا الشوط، تبحث عن سيارة هذا الشوط. هذه هي مسيطرة، مسيطرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، يقودها راشد بن خميس لغويس في تضميرها، بينما وبرة، وبرة تحاول غادمة بقوة من أجل انتزاع ناموس هذا الشوط اللي تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. يلا يا المحترف يمعى بن عتيد بن جزلة الرميثي، ولكن هملولة، هملولة غيرت، غيرت وانطلقت إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقودها المتعب، المتعب يتواجد، يتواجد هنا سعيد بن محمد بن مروشد في تضميرها. الله الله الله، انتاج اليلايس، انتاج اليلايس، والسيارة وايضا وسلالة هملولية غنية عن التعريف. هذه هي هملولة، والسيارة الثانية في رصيدها هملولة، انجازات تحافلة، انجازات تحافلة، سجلاتها الذهبية. تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتحنية للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. سلام اليلايس، سلام، سلام انتاج اليلايس على هذا الفوز لحظة وصولها هملولة واختطافها لسيارة هذا الشوط، بينما وصلت في المركز الثاني. هذه مشاهدين الأعزاء سمحة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الثالث، المركز الثالث طرفاشية بشعار سمو الشيخ طحنون بن محمد النهيان. المركز الرابع وصلت في وبرة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. المركز الخامس كان الوصول من العنود بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عودة مشاهدين الأعزاء بعد ما كملنا الخمس المراكز الأولى. هذه هي هملولة بسبع دقائق 22 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية لحظة وصول إلى خط نهاية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم، والتهنية لسعيد بن محمد بن مروشد الذي تألق بأيضا تضميرها وفوز بناموس هذا الشوط، بينما وصلت في المركز الثاني. هذه هي سمحة بسبع دقائق 26 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهنية لمسري بن سالم بالعرض الحميري الذي قادها في التضمير، بينما وصلت طرفاشة بسبع دقائق 26 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ طحنون بن محمد النهيان، والتهنية